لو عايزني اشيع لك مرتي اشيعها، على الاقل اخلص منها. كدي كده مش طايقها وعايز نبني العيال بيها. امال بلدنا انا بيها ليه؟ بنت خالك قعدت سنين مستنياك وانت في العلام في مصر، كنت اديت خالك كلمه. مش داعي التقليب اللي فات يا حاج. لا ما هو ما تشيليش من مصر في ايدك عيله لمسك صير عريانه، كل اهل البلد شافوا رجليها وتقول لي دي مرتي واللي يتفلك يتفلك. ما خلاص يا حاج، مش غلط ومشيتها وجوزتني على كيفك. ما انت كنت كاتب كتابك عليها اطلقها قبل ما تدخل عليها واجوزك اللي لمسك صير العريانه اللي كل اهل البلد شافوا رجليها. خيري انت عارفني، ما حدش يفرض عليا حاجه. ما منوش فايده الكلام دلوقتي، انا بس اللي نفسي اعرفه قلت لها ايه ليلتها خلاها تطلب الطلاق وتمشي. استغفر الله العظيم. بص يا بنت الناس، انا عندي ولاية زيك، والطلب اللي عاوزه منك تطلعي برا الاوضه دي وتقولي لولدي كلمه واحده، طلقني، وتلمي هدومك وترجعي مصر. ايه يا حاج مالك؟ انت فاكرني واحده من بنات البلد اللي ما بيشوفوك يغطوا وشهم؟ ابنك وبيحبني عايزه يسيبني او عندي، لكن انا مالكش كلام معاك. ما هو لو انت من اللي بيغطوا وشهم ما كنتش قلت لك كده. ولعلمي انا مش من الرجاله اللي بيحكموا بالظاهر او الظن، فخديها من قصيره. وانا قلت لك لا. براحتك براحتك. انه في يوم 17 ديسمبر 1992 تم الافراج عن الانسه فوزية أحمد عبد الهادي خليل حسين من سراي النيابة بكفالة مش عارف إيه 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 على ذمة شبكة الدعارة. أنت بتقول إيه؟ شوفي أنا ممكن أقطع الملف ده أو أطلعك من الأوضة دي عريانة ملط وأقول أستغفر الله العظيم. قلت إيه؟ ها يا حاج ما قلت ليش قلت لها ايه؟ انا يا مولانا اهلا يا عم الحاج. خير؟ انت بتقول الخطبه بالبلد ليه؟ انت مش متعلم؟ انا معايا دبلون يا حاج. دبلون؟ يعني تعرف تفرق بين النعجه والخروف يا ولد ابو خروف؟ انا لا اخشى في الحق لومه لائم. لا تخشى ماشي، لكن تختش على دمك يا ولدي مرزوقة. أنا أمي اسمها ما يتقالش. ليه؟ أمك مين يعني؟ ولعلمك أم أمك تبقى بنت خالتي. يعني أقول اللي أقوله. ثانيا يا متعلم يا بتاع المدارس، عارف يوم القيامة هيندموا عليك إيه؟ يا جمال يا ولد مرزوقة، يا جمال يا ولد مرزوقة، الكل هيتندم عليه باسم أمه. ولا غلط؟ صح صح. عظيم. مين هم النعاج ومين هم الكلاب؟ أنا ما قلتش كلاب يا حاج، أنا قلت ديابه. كلهم فصيلة واحدة يا ولد المحروم. أنا قلت أوعي الناس. أنت؟ أنت توعي الناس؟ أنت ما تعرفش تستنجى مش تتوضى؟ بلاش الكلام ده يا عم الحاج. اسمعني كويس، تجيب موس وتحلق دقنك وبكره ترجع تركب القلاب زي ما كنت، لو عجبتني هعينك ريس في المحجر. لا دقني لا. خلاص خفها كدي كده واشوفك بكره الصبح في المحشر. حاضر يا عم الحاج. مع السلامه. وانت خيري ما تروح تشوف شغلك. بإذن حاج. يضربك قدام اخواتك ليه؟ ده انت اللي شايل الشغل، شغل ميه وطحون. اسكتي. عارف لو نزلت المحجر تاني تبقى مش راجل. يا سلام
بضربك وانت كبير ومخلف؟ ده عمره ما عملها. خش جوه واقفلي على روحك الباب، ولو طلعتي برا الباب او حسك طلع والله ما هتبقى على ذمتي. مسافر يا ولدي؟ ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ولدي. شقة مصر انت عارف قريبة من الجامعة. وكفة شيء يلزمك تتصل. وانا كل كم يوم هعدي عليك. وثلاث حاجات يا ولدي مالناش دعوة بيهم. اللي يغضب ربنا، واللي يزعل الحكومة، واللي يبعدنا عن هدفنا. حاضر يا ولدي. لولا حبيب لك العلامة ما كنتش سبتك تبعد عني دقيقة واحدة. ابويا اخواتي بكره عايزين نطلع معاهم الجبل، وبعد كده نعدي الجزيره ونتغدى هناك، يعني عاملين لي فسحه. مش معنى بكره؟ يعني عايزين يحتفلوا بيا قبل ما اسافر. لا تعدي الجزيره، لا ممنوع. خلينا على البر احسن يا ولدي.